الختام قبل التوقف، تحيل بنتائجه الغير معتادة، لكنه يبقى صامدا من دون أي خسارة ومنذ فترة طويلة. وبالمناسبة تجنب الخسارة في مباراة اليوم سيكون أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتحيل لعدة أمور سنتحدث عنها بحول الله في قادم لحظات هذا اللقاء. بينما في الجانب المقابل الفوز ولا شيء آخر غير الفوز والسد، ما يبغي غير الفوز في مباراة اليوم من أجل الصدارة. يجب أن يتفادى الخسارة هنا في هذا اللقاء، ويجب أن يكون حاضراً بتحقيق الانتصار في منتصف ملعب المباراة. محاولة ملعوبة بشكل مثالي جداً، وصلت إلى المعز، من المعز في منطقة الجزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء لتحيل مبكراً جداً. لمسة يد تأتي على الحاضر أمامنا الآن، وعلام خوخي ودانييلي أورساتو حكم المباراة الإيطالي لا يتردد، لكن هذه المحاولة، الله 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 الله، المتعة تعود، الإثارة تأتي، وتحيل الإبداع، تحيل الإمتاع. الآن الوضعية تأتي بأقدام يوسف العربي في مواجهة من ساد يوسف، جول بالعربي، تحيل يتقدم الآن ويسجل أول أهداف اللقاء، ومن علامة الجزاء بأقدام يوسف العربي الذي يرفع رصيده التهديفي إلى 18 هدف على مستوى صراع صدارة الهدافين، ويبتعد بفارق 10 أهداف. يوسف يضع الكرة في اتجاه، ويضع حارس المرمى سعد الدوسري في الاتجاه الآخر، يصل إلى هدفه رقم 68 على مستوى منافسات بطولة الدوري، لكنه ليس في صدارة الهدافين، هو في المركز الثاني بعد بغداد. أكرم يتقدم، يمر، يدخل، لا 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 لا، يأتي الرد سريعا جدا، يأتي الرد، لأنه السد، لأنه السد، ما يتأخر أبدا، لا يتأخر، يأتي الرد سريعا، يأتي الرد، ليش؟ لأنه السد، يسجل، وبأقدام أكرم عفيف يتقدم، يصل، عرضية في المنطقة، ومدافع الحيل لوكاس مينديز يضع الكرة الماضية في شباك فريقه عن طريق الخطأ ليعلن عن نتيجة التعادل الإيجابي الآن 1-1. أي بداية، ومن خلال الدقائق الأولى والتعادل الإيجابي 1-1 ما بين الطرفين في 10 دقائق بس مرت منذ بداية الأحداث، كرة لمصلحة السد، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، إرابة في الجهة اليمنى، حسن الهيدوس، عرضية وصلت إلى أكرم عفيف، استلام من أكرم، تهيأت، التسديدة تأتي، لا زالت كرة قوية جدا. اليوم في 14 مباراة فقط بغداد منجاح سجل إلى الآن 28 هدف، كرة عرضية خطيرة جدا، ركنية في هذا الجانب، ركنية في الجانب الآخر، محاولة في منطقة الجزاء خطيرة، جول، الله يا سعد، حلوة يا سعد، متألقا يا سعد. من النوادر في عالم كرة القدم القطرية بأن تشاهد فريق يتفوق على السد في المواجهات، ممكن يتفوق بالنتيجة بيسن في الجول، خطيرة الكرة الماضية، والمحاولة بعد ذلك مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية، حلو حلو الاستلام، حلوة التمريرة، والتقدم مثالي جدا، والكرة بعد ذلك من إدميلسون مرت بجوار القائم بوعلام، 1-1 لا زالت، انطلاقة لمصلحة السعيد، تشافي إلى منطقة الجزاء، عرضية خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. سلامات 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 بيدرو، يصطف في أرضية الملعب، أعتقد شخصيا لأن بيدرو اصطدم في القائم الأيسر، هذه كرة بغداد، وهنا الالتحام في اللقطة الماضية. لا زال ينتظر تغيير اتجاه اللعب بشكل مثالي جدا، إلى إدميلسون داخل منطقة الجزاء، أبعدت في المرة الأولى، عادت بعد ذلك، تسديدة تأتي،
تصل الى الجهه اليسرى علي عفيف يبحث عن التقدم يلعب كره عرضيه في منطقه الجزاء خطيره جدا خطيره الكره الماضيه خطا من بيدرو خطا ياتي عن طريق المدافع بيدرو ميغيل كره الى خارج ارضيه الملعب ثم بعد ذلك صافره حكم المباراه الايطالي دانييلي اورساتو لكن الملفت حقيقه في الشوط الاول بان وابو علام لم يكن في التوزيع هي ممكن بشكل مباشر نعم مباشره قويه تاتي الى خارج ارضيه الملعب تصل الى رمي التماس تلعب بشكل سريع رمية التماس هنا عن طريق اللاعب المعز علي ارضيه من المعز راسيه خطيره جدا خطيره مباغته معز يفاجئك بين الحين والاخر وفي اللقطه الماضيه شوف 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 لمسه رائعه جدا في الجانب الاخر في الجانب الاخر اثنين يقدمون اداء مميز جدا عموما الكره بمحاوله خطيره لمصلحه السد محاوله في منطقه الجزاء يا الله يا الله انفراد بالمرمى وفي مواجهه خليفه ابو بكر كره اكرم عفيف الى خارج ارضيه الملعب لمسه في غايه الروعه يا سلام يا سلام على الكره الماضيه لكن خليفه ابو بكر يتواجد في المكان المناسب ويبعد الكره الى خارج ارضيه الميدان محاوله بكره راسيه تاتي الان على اللاعب بغداد بونجاح فلا بد لبغداد ان يضع بصمته لا بد وان يضع بصمته أوه. لا يلغى الهدف بداعي التسلل يلغى الهدف بداعي التسلل في الكرة الماضية محاولة وصلت عند بغداد بنجاح هذه الكرة وهنا بغداد يبدو بأن القرار سليم من حكم المباراة المساعد الثاني في مباراة اليوم جياكومو باغانسي ما هي الأسلحة الموجودة عند كل مدرب أحمد سيار هو اللاعب اللي موجود على مقاعد البدلاء بالنسبة لجيزفالدو فيريرا مصعب خضر حسن بالانك السالم الهاجري يوسف عبد الرزاق ياسر ابو بكر كل هذه الاسماء ممكن ان يعتمد عليها المدرب جيزفالدو فيريرا ابن احمد يتواجد على مقاعد البدلاء بالنسبه لنادي التحيل من خلال مباراه اليوم كره المحاوله الان تصل الى المعز تمريره في الجهه اليسرى علي عفيف يتقدم يبحث عن الكره العرضيه علي عرضيه في منطقه الجزاء راسيه خطيره جدا الكرة الماضية والمحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى العدل 1-1 تاريخيا لم تظهر في لقاءات الفريقين كرة بمحاولة رأسية إلى ركلة مرمى حاول أبو علام للمرة الأولى تاريخيا في لقاءات الفريقين المواجهة في الموسم الماضي انتهت 4-3 و4-2 وفي المرتين لمصلحة تحيل في المرتين لمصلحة تحيل كرة على مشارف في منطقة الجزاء وصلت إلى مضياف محاول عن طريق إدميلسون سدد لكن كرة إدميلسون إلى خارج أرضية الميدان لهذا الجيل أمر مهم ومباراة في غاية الأهمية كرة بمحاولة خطيرة في منطقة الجزاء وبعدت الكرة الماضية كرة بغداد أكثر ظهورا الآن في شوط المباراة الثاني بعد ما كان اختفى في الشوط الأول وفي اللقطة الماضية تسديدة أجل عودة النادي بعد تعيين أبناء النادي سعودي جاسم وعبد العزيز السريط يعمون الكرة بمحاولة رأسية خطيرة إلى خارج أرضية الملعب سعودي جاسم وعبد العزيز السريط كرئيس لجهاز الكرة وكنائبا للرئيس أيضا عودة سيد البشير كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله لهؤلاء ويسجل في مباراة اليوم أمام 4 دقائق من أجل أن يفعل ذلك كرة تصل إلى المعز تسديده إذا ما استمرت نتيجة التعادل كرة تصل الآن من سالم الهاجري إلى حامد إسماعيل أمامية في منطقة الجزاء كرة خطيرة لمصلحة الزعيم السداوي عادت بأقدام حامد على مشارف المنطقة محاولة مرور خطيرة التقدم يأتي الله جعل
وهي من وصلت بأقدام بغداد وعادت إلى حامد واستمرت إلى سالم. لكن شوف سالم، شوف سالم، شوف سالم، من روائع كرة القدم بأقدام هذا المبدع سالم يسكنها في الزاوية الصعبة ويطلق الأفراح عن طريق اللاعب علي عفيف، يلعبها إلى عاصم ديبو. تغيرت عادة في الجانب المقابل، مرتدة سريعة، مرتدة سريعة، مرتدة سريعة، وصلت عن طريق اللاعب بغداد. بنجاح يلعبها إلى أكرم، إلى بغداد، بغداد، أوهو، بصمة النجاح، بصمة الصدارة، بصمة التميز، بصمة الإبداع، بصمة بغداد. هنا بدأت، هنا انطلقت، هنا ارتدت، هنا وصلت. التسلل موجود نعم، لكن هو هدف الختام، مسك الختام. لا 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 يا بغداد، الهدف الثالث. بنجاح يضع البصمة ويقود الزعيم إلى صدارة جا.